بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، نعلم جميعا أن الطلاب لديهم بعض القلق والتوتر من نظام الثانوية الجديد، وكذلك أولياء الأمور. لذلك أعددت لكم اليوم 17 مدرسة، 17 مدرسة كلهم ينفع تخشهم بعد الإعدادية حسب المجموع، تمام؟ المدارس دي ممكن تكون أحسن من الثانوية عند ناس، وممكن في ناس حب الثانوية وحب النظام تدخله، كل واحد براحته. أنا هعرض عليكم المدارس بتفاصيل كل مدرسة، دي مجموعها ايه وبتاخد شروط ايه ومكانها فين وبتخرجك ايه، مستقبلك فيها شكله ازاي، تمام؟ نبدأ على بركة الله. اول حاجة، مدارس بترول ثانوية بعد الاعدادية. مدارس البترول دي موجودة في الاسكندرية. الشروط بتاعت المدارس بتاعت البترول اللي في الاسكندرية دي، تمام، اسمها مدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري، تمام؟ أول حاجة، يتم الالتحاق بالمدرسة بعد حصول الطالب على الشهادة الإعدادية، يعني لازم تكون ناجح إعدادي، تمام؟ ليكمل دراسته الثانوية على سنة تبقى أولى سنة وبترول، تمام؟ مجموع الطالب لا يقل عن 140 من 280 في الشهادة الإعدادية، تمام؟ ما تقلش يعني كده، لازم تبقى ناجح. النجاح في اختبارات القبول بمدارس الإسكندرية للبترول والنقل البحري. ايه النجاح بمدارس القبول دي؟ هنا هيدي لك هو شوية اختبارات هناك انت لازم تنجح فيهم. زي ايه؟ تعال ناخدهم واحد واحد. اول حاجة، النجاح في اختبار اللياقة البدنية بالنسبة للنقل البحري والملاحة. يعني ايه اللياقة البدنية؟ يعني ممكن يختبرك سباحة مثلا، ممكن يختبرك جري، ممكن يختبرك بطن وضغط، لازم تبقى عارف التمارين دي، وده مش هيجي من يوم وليلة، يعني قبل ما انت تروح تقدم لازم تكون عامل الكلام ده قبلها بعشرين يوم ولا حاجة عشان يكون جسمك اتدرب وايه بقى لياقة بدنية. اجتياز الكشف الطبي، ده في اي حاجة ده معروف، الكشف الطبي يبص مثلا الاعضاء سليمة والاجزاء كده يعني. بعدين النجاح في اختبار الكشف النفسي. ايه الكشف النفسي ده؟ ان هو مثلا يبدأ يحطك في مواقف ويشوفك هتطلع منها ولا لا، يعني يستفزك مثلا ويشوف رد فعلك ايه، نفسي عاملك نفسيا يتنفسن عليك يعني، ويشوف رد فعلك هتتحمل ولا لا كده يعني. بعدين لا يزيد السن عن 18 سنة مع بداية سبتمبر شهر 9، ما يكونش كمل 18. اللغة الانجليزية تكون اللغة الاولى، يعني تكون دارس انجليزي. يعني في مدارس اعدادية بتدرس فرنساوي او الماني، لا لازم تكون دارس انجليزي. اجتياز كشف الهيئة لتخصصات البترول والنقل البحري. اجتياز كشف الهيئة لتخصصات البترول، لكشف الهيئة ده ان هو يشوف هيئتك، يعني مثلا انت ممكن تقابل واحد وتقول الشخص ده مش طبيعي، يبقى هو برضه عاوز يتأكد ان انت طبيعي. في حاجة اسمها كشف هيئة، انك تقف قدامه ويسألك سؤال خفيف كده بسيط، اي حاجة، اسمك ايه، سنك كام، مش عارف ايه، ويبقى شاف هيئتك يعني. بعدين عنوان المدارس عشان الناس اللي عايزة تقدم، طريق 45 الدولي، حوض 6، طريق علي ماهر، أول سكة الشعيرة، مكتب التنسيق، شارع علي باشا إبراهيم، متفرع من محمد نجيب سيدي بشر على البحر، تمام؟ ده عنوان المدرسة للناس اللي عايزة تقدم. طب إمتى التقديم؟ يبدأ التقديم من خلال التوجه للمدرسة، لازم تروح بقى ما كده، أو مكتب التنسيق قبل بداية العام الدراسي من شهر يونيو، يعني بداية من يونيو كده سألوا على الموضوع ده لو الموضوع عجبكم. طيب المنتجات، ايه هي المنتجات دي؟ الأقسام بتاعتها يعني. عندنا قسم بترول، ده اللي تقدر تكمل منه هندسة، قسم بترول تقدر تكمل منه الكلية هندسة. وعندك قسم النقل البحري والملاحة، وعندك قسم التبريد والتكييف، وعندك قسم الإلكترونيات، وعندك قسم الملابس الجاهزة، وعندك قسم صيانة ماكينات الخياطة أو ماكينات الحياكة. يبقى
خمس أقسام، تقدر تختار القسم اللي أنت عايزه أو اللي أنت حابه وتتقدم للمدرسة. دي المدرسة الأولى. المدرسة الثانية طبعا هي مدرسة مدينة نصر الثانوية الصناعية لترميم الآثار. مدينة نصر الثانوية الصناعية لترميم الآثار في مدينة نصر، تمام؟ المدرسة دي هي الوحيدة في مصر في مجال التعليم الثانوي الصناعي، تخصص ترميم آثار. بها مبنى لإقامة الطلاب من المحافظات غير محافظة القاهرة. أقسام المدرسة: تنقسم الدراسة بالمدرسة إلى قسمين، الأول تخصص ترميم آثار وتخصص ترميم آثار. الله، أمال فين القسم؟ لا، الأولاني الآثار الدقيقة والتاني الآثار المعمارية. طيب مدة الدراسة 3 سنوات. مدة الدراسة 3 سنوات. المدرسة بنين فقط، يبقى لا تقبل البنات، بنين فقط. تقبل المدرسة كم طالب كل سنة؟ 60 طالب. 60 طالب كل سنة. تتيح المدرسة فرصة دخول كليات الآثار، تقدر تكمل كلية آثار بعدها على مستوى الجامعات لاستكمال الدراسة الجامعية للطلبة المتفوقين بناء على تنسيق الجامعات المصرية. تنسيق الجامعات المصرية. كما تتيح فرصة دخول الكليات والمعاهد المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية، يعني كل المعاهد اللي بيخشوها بتوع دبلوم تقدر تخشها برضه، متاحة ليك، بس نظام ال3 سنوات، عشان في دبلوم 5 سنوات ليه برضه كليات ومعاهد خاصة، دي لا، نظام ال3 سنوات. تقبل خريج الإعدادية، لازم تكون حاصل على الإعدادية علشان تخش المدارس دي. المدرسة ليس لها تكليف للعمل بعد التخرج، يعني هي مش مجبرة إن هي تشوف لك وظيفة، تبحث أنت عن مجال عملك بنفسك. بالنسبة لشروط القبول هيتم تحديدها ونشرها، هننشرها احنا أول ما ينزلوها على طول، مجرد ما يفتحوا باب التقديم هنديكم خبر، تمام؟ بس بشرط الطالب يستوفي المجموع اللي هم هيطلبوه، وبعدين هيكون في كشف طبي، وهيكون في اختبار قدرات برضو، وهيكون في اختبار هيئة اللي هو مقابلة شخصية للطالب. المدرسة الثالثة مدارس السكة الحديد. المدارس دي تخرجك ممكن سواق قطر، ممكن محصل التذاكر، مفتش يعني، ممكن ميكانيكي فيها، ممكن على حسب القسم اللي انت هتتخصص فيه، تمام؟ طبعا موعد التنسيق والشروط وكل حاجة هسيب لكم رابط فيه كل الايه، في كل الشروط عن مدارس السكة الحديد. 4 مدارس مبارك كول والتعليم المزدوج، معلومات عنه وشروط وأماكن المدارس، كل حاجة عن مبارك كول، اللي هي أنت بتروح أيام المدرسة وأيام المكان اللي هتتعلم فيه تاني غير المدرسة، اللي هو زي ممكن يكون ورشة، ممكن يكون مصنع، ممكن يكون كده. وطبعا بتاخد إيه في ده؟ بتاخد وجبة ومش عارف ومرتب كده يعني. المدارس الفنية للإنتاج الحربي بحلوان، دي أول سنة السنة دي، دي جديدة دي، تمام؟ والتعليم المزدوج شروط وكل حاجة موجودة في الرابط ده، كله رابط ايه، 3 دقايق 5 دقايق مش حاجة يعني. بعدين لو انت عايز تخش ثانوي عام، دي كل المواد بتاعت ثانوي عام عشان تتعرف عليها، تمام؟ انا هسيب لكم الرابط ده في كل حاجة. بعدين الفرق بقى ما بين ثانوي عسكري وثانوي خدمات وثانوي منازل، طب لو مجموعك مش ملاحق ثانوي تعمل ايه؟ تمام؟ مدارس التمريض بشروطها وأماكنها والتنسيق وكده، مدارس التمريض. مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اللي هي اسمها ستيم سكولز، ستيم من اللي بيخشوها الناس اللي جايبة مجاميع عالية ولها أماكن إقامة وكده، وبيدرسوا 4 مواد بس عشان يطلعوا علماء يعني. دي أسماء مدارس الشرطة كلها اللي يمكن التقديم إليها بعد الشهادة الإعدادية، تمام؟ مدارس توشيبا العربي دي برضو جديدة السنة دي، توشيبا العربي عم بتوظف برضو بعدها على طول، تمام؟ معهد شرطة للبنات بعد الإعدادية برضو بيوظف على طول، كل حاجة وكل التفاصيل عنه. مدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية 2020 برضو مدارس جديدة ممكن تخشوها السنة دي. الرد على جميع أسئلة الطلاب المقبلين على السنة، وكل اللي عنده سؤال بقى هيلاقي إجابة في الفيديو ده، كل عاوز يسأل عن حاجة هيلاقيها هنا. المدارس الفندقية بالقاهرة وعناوينها وشروطها وكل حاجة عنها.
التعليم الفني بقى زراعة وصناعة، وكل قسم من أقسامه وأقسام كل قسم، وده من كام وده من إيه، فيديو كامل متكامل لكل ده. مدارس البذور اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، كل دي كل حاجة عن إيه، عن اللي تقدر تخش بعد تالتة إعدادي. متنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، هسيب لكم الرابط تحت الفيديو عشان تتفرجوا على كل المدارس دي. شكرا، السلام عليكم ورحمة